بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجماهير تقتحم ملعب مباراة وستهام وبرنلي بالدوري الإنجليزي. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا والاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل ما هو جديد تلقائيا. شهدت مباراة وستهام يونايتد أمام بيرنلي والتي انتهت منذ قليل بفوز الأخير 3-0 بالجولة 30 للدوري الإنجليزي. شهدت المباراة شغب من جماهير نادي وستهام مستضيف المباراة، وذلك احتجاجا على خسارة الفريق وتراجع النتائج في الفترة الأخيرة. واقتحم 3 مشجعين من صفوف وستهام ملعب المباراة احتجاجا على تأخر الفريق بالنتيجة، وقام الأمن باحتواء الموقف وإخراجهم من المباراة. وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن الأمن طالب الثنائي ديفيد ديفيدز وديفيد سوليفان ملاك نادي وستهام بمغادرة ملعب المباراة حرصا على سلامتهما. ويحتل وستهام يونايتد المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة عقب الخسارة التي تعرض لها اليوم في عقر داره. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.